لو شفنا مشهد في فيلم حسينا انه مشابه لفيلم قديم اتقدم في اي مكان حتى في السينما الهندية، على طول بنقول ان الفيلم ده مسروق، ولو كنت مؤدب شوية هتقول عليه مقتبس. وبغض النظر عن جودة الاقتباس من عدمه، بيدخل في جزء كبير من تقييمك السلبي للفيلم بشكل عام. المشاهدين عموما بتحب الاعمال الاصلية علشان تحس انها بتتفرج على افلام متعوب عليها. النهاردة خلونا نتكلم شوية عن واحد من أسوأ أعمال الاقتباس، اقتباس نقل المسطرة، ونشوف رغم كده ليه نجحت بعض الأفلام اللي اتقدمت بالشكل ده. خليكم معنا. بعدين كل يا بيو نبي أهو. مين أكتر حد عايز تشوفه في الدنيا؟ That you'd most like. مين I give up who. الدكتور وجدي أيوب. دكتور إيميل شافهاوزن. أخيرا اتقابلنا يا حبيبي. Last we meet, Corporal Benson. حاسس ان احنا نعرف بعض من زمان. جات لي فكرة. اسمع. أنا اللي جاتي فكرة. أنا ما حكيت بس. أنا شفت مشهد في فيلم مصري هقتبسه. اتكلمنا في حلقة مطولة قبل كده عن أنواع الاقتباس، عرفنا واتفقنا انه ما ينفعش انه يتدخل في تقييمك السلبي لأي عمل. الاقتباس في حد ذاته مش عيب، لانه مصدر اساسي من مصادر السيناريو في اي عمل فني. علشان تعيد تقديم عمل فني اتقدم قبل كده، لازم يكون عندك تخيل لصورة جديدة تقدر تقدم فيها رؤية او اضافة او حتى حذف من بعض الاحداث او التفاصيل او الشخصيات من رؤية قديمة علشان تظهر بشكل مختلف عن الاصل. لكن في مخرجين او مؤلفين كل اللي بيعملوه انه بيترجم السيناريو من لغته الاصلية، يعيد تقديمه بنفس الشكل القديم، وما علينا من اسماء الشخصيات او اماكن الاحداث ممكن يغيرها عادي، او حتى يستخدم اسماء قريبة مش مشكلة. النوع ده اللي بنقول عليه اقتباس نقل المسطرة. بس دول بصرت المحبة خرف يا تجعسي. وانت مشاركة معاهم في الخروف ده؟ واحنا بقى النظام ده يومات يا عسل. بيقول المؤرخ والناقد السينمائي محمود قاسم، بعد تمحيص ودراسة لعدد كبير من الأفلام المصرية من 1932 لغاية 1997، إنه 90% من الأفلام دي كانت مقتبسة إما من أعمال أجنبية أو من أصل أدبي، روايات مصرية أو أجنبية، أو أعيد تقديمها من أفلام قديمة مصرية برضو كانت أو أجنبية. اشتهر فيها عدد من المخرجين بالاقتباس من أعمال الغير، زي مثلا يوسف بيوهبي. أغلب الأعمال المسرحية القديمة اللي تم تقديمها في العشرينات ولاحقا الأعمال السينمائية اللي قدمها في سينما الثلاثينات والأربعينات كلها كانت أعمال مقتبسة من المسرح الفرنسي والإيطالي، منها اللي قدمها بنفس شخوص المسرحية الأصلية ونفس الأماكن والأحداث، ومنها اللي غير فيها بما يتماشى مع البيئة المصرية، يعني احتفظ بالحبكة الأصلية، غير بس في الأماكن والأشخاص، بل وبعض الأحداث كمان علشان يقدم منتج جديد يصلح للعرض قدام الجمهور المصري. في كل الحالات كان بيتكتب عليها تأليف وإخراج يوسف بيوهبي. كمان معظم أعمال بديع خيري ونجيب الريحاني اللي قدموها على خشبة المسرح ولاحقا على شاشة السينما كلها كانت أعمال مترجمة من المسرح الفرنسي، لكن أسلوب بديع خيري الجميل بيتلاشى معاه أي إحساس بالاقتباس من بيئة غريبة، بعكس أعمال يوسف بيوهبي اللي بتحس بالنقطة دي فيها قوي. في مسرح الريحاني المنتج بيكون في صورة مصرية أصيلة، بينسى معاها المشاهد أي أصل تم الاقتباس عنه لأنه بيبعد عنه قدر المستطاع، إلى جانب الإضافة الملموسة عن الأصل الأجنبي. ورغم أنه في بعض الأعمال اتقدمت نقل مسطرة، لكن عموما كانت أفضل بكتير من أعمال تانية، وده اللي شجع عديد من المخرجين لاحقا انهم يعيدوا تقديم عدد كبير من الاعمال دي اقتباسا من مسرح الريحاني مش برؤية جديدة عن الاصل الفرنسي. انا بدفع في المخزون بتاعتكم دي 30 سنة، يسيبون دلوقتي عشان ما يشتري وقت سمك بينشف ريق. العالم بقى شرحة حضر، شرحة حضر، شرحة حضر، شرحة حضر.
بعد كده بيجي المخرج حسن الإمام وهو التلميذ النجيب في مدرسة يوسف بي وهبي. معظم أعمال حسن الإمام القديمة كانت اقتباس من المسرح أو السينما أو الأدب الفرنسي، ترجمها حسن الإمام وكتب لها السيناريو بنفسه بحكم إجادته للغة الفرنسية، بالذات الأفلام اللي قدمها في مرحلة الميلودراما اللي كانت في سينما الخمسينات، أو الأفلام اللي أعاد تقديمها من أفلامه القديمة في سينما السبعينات، قدمها بصورة تتماشى مع البيئة المصرية، وهي الأعمال اللي اتعرف بيها كأشهر مخرجي الميلودراما في السينما المصرية. عادي عليك بإيه؟ ما راضي على ولدي وأكره اللي يقول أمين. فوق لنفسك يا محمود. لاحقا في السبعينات والثمانينات ومع انتشار الفيديو كاسيت وانتشار مشاهدة الأفلام الأجنبية بين الجمهور المصري، بعد المخرجين شوية عن اقتباس نقل المسطرة، وإن كان لسه موجود في بعض الحالات لكن نقدر نقول أنه أصبح أقل من اللي كنا بنشوفه قبل كده. في سينما الألفينات ومع انتشار أفلام الكوميديا وأفلام الأكشن وسيطرتها على شباك التذاكر، أصبح اقتباس نقل المسطرة في حدود ضيقة جدا. أصبح الشائع أني أقتبس مشاهد بعينها من أفلام أجنبية، لكن الحبكة والسيناريو بتبقى متغيرة بشكل كبير. أنا من جوا زي اتنين مش متفقين، ويانا يانا 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 يا هو، لو اللي يعرف يجي يقول يقول لنا من في دول. لو اللي هدي الحفلة. Gee, I'm sorry, I missed it. Penthouse, please. You're a little late for the party. حفلة؟ وكان في حفلة بجناح الأستاذ مرسي؟ Not a party. The party. ومن أشهر أفلام نقل المسطرة في السينما المصرية فيلم واحدة بواحدة للمخرج نادر جلال، إنتاج عام 84. الفيلم لو هنشوفه هنلاقي إنه منقول نقل مسطرة عن الفيلم الأمريكي Lover Come Back واللي قدمته هوليود عام 61. المخرج كل اللي عمله إنه ترجم السيناريو الأصلي، نفس تتابع المشاهد، نفس الحركات، بل نفس جمل الحوار، هو بس غير في أسماء الشخصيات ونقل أماكن الأحداث من نيويورك للقاهرة، وأعاد تقديمه بنفس الشكل القديم وننزل بالشاشة بتاعتنا ونتفرج كده على بعض المشاهد. خلاص يا زيز، روحوا قول لهم ان انا رفضت اطلعك فعلا ورنيش مرسي، عشان كانوا عايزين يطلعوك بفستان قديم مقطع يداروا بيه جمالك. Tell them everything. Tell them how I turned down for 2 years sponsor after sponsor. اهلان ايه؟ اهلان ايه؟ اهلان ايه؟ اهلان ايه؟ اعلان اهلان ايه؟ اعلان 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 something. But it made you more famous than Miss Rheingold and the Swepps man put together. What is it? El fankush da. El fankush? Ah. Fankush, el fankush. VIP? It's the product that would have brought you fame and fortune. في المشهد ده المخرج حب يخرج شوية عن إطار نقل المسطرة لما لقي الأحداث بتدور في أحد الغابات في أمريكا، فنقل الأحداث لشاطئ العين السخنة وبدال صيد غزال الموس الأمريكي خلاهم يصطادوا سمك، لكن أغلب جمل الحوار كانت برضو هي هي. ده لولايا صلاح، لولايا كان هيحصل بلاوي. What costly blunder. يعني نسيت تدي أوامرك بخصوص إعلانات الفنكوش. The VIP commercials are on. A saturation campaign, my boy. طب تسمح يا علي بمنتهى الهدوء ومن غير ما تنزعج تقوم تلم معايا كل الحاجات دي؟ I have a right to know. There's no such product as VIP. إذا كنت أنت اللي صورت الإعلانات بنفسك. I know I did. They were phonies to keep Revel in line. يعني مفيش حاجة اسمها فنكوش؟ مفيش حاجة اسمها فنكوش يا علي. عبد العال! لم معانا يا عبد العال! لازم نرجع مصر حالا يا عبد العال. وتعتبر كل أفلام المخرج شريف شعبان واللي قدم عديد من أفلام المقاولات في سينما التمانينات والتسعينات أفلام نقل مسطرة، زي مثلا سمكة واربع قروش عام 97 والجينز عام 94 وأشهرها وأنجحها فيلم طقطق أوريكا وكازم بي عام 95،
واللي قدمه شريف شعبان نقلا عن الفيلم الامريكي بيد تايم ستوري انتاج هوليوود عام 64 لديفيد نيفن ومارلون براندو. ورغم انه نفس القصه تم تقديمها قبل كده في فيلم النصابين للمخرج احمد يحيى انتاج عام 85 واللي هنلاقي فيها السيناريست تعب نفسه شويه بسيطه يعني مش كتير، غير في بعض الاحداث، اضاف حاجات من عنده على القصه الاصليه واللي تقدمت بشكل يبدو انه ما عجبش المخرج شريف شعبان، فقرر انه يعيد تقديمها تاني ولكن بطريقه نقل المسطره. نتفرج كده. Excuse me, sir. Did I ring for you, Arthur? No, sir. I'm sorry, sir, but the man said it was very urgent. He's waiting outside. He said you would recognize the secret password, sir. كلمة سر. سر ايه؟ حكمة باختياري بتاعت أصفهان يا كوك. Arthur, will you take this to the guest bedroom, unpack it and see that everything is neatly pressed? سمو الأمير يا نهار اسود يا جدعان. ده أنا طلعت أحمر بشكل. مش حمر وبس. أحمر ببردعة وركب جحش. How much do you want? Oh, your highness, I couldn't accept money from a man who needs every penny of it to free his enslaved people. أمال عايز إيه بالظبط؟ عايز ده. عايز الحلاوة دي. عايز الجمال ده. Teach me, mold me, polish me. I'm in your hands. I wouldn't soil them on you. أنا مش عايز البيضة الذهب، لا. أنا طماع. أنا عايز الوزة اللي بتبيض الذهب. Well, now, is that any way to talk to your partner? By no stretch of the imagination would I associate myself with someone like you. أنت مؤهلتك إيه؟ أنا دبلوم صنايع. All right. I'll cut you in for 20% on this understanding. I call the shots, I run the operation. وأنا خدامك من إيدك دي لإيدك دي. سلام عليكم. ومن أوائل الأفلام اللي قدمها المخرج طارق العريان هو فيلم الإمبراطور لأحمد زكي عام 91. الفيلم ده يعتبر إعادة تقديم لفيلم سكارفيس للنجم الباتشينو. قدم المخرج عديد من المشاهد نقل مسطرة من الفيلم الأمريكي. اسمك ايه؟ زينهم. زينهم ايه؟ زينهم قد الحق علي. Where'd you learn to speak the English, Tony? In a school. And my father, he was from the United States. اشتغل ايه؟ على باب الله. ليس له مهنة معروف. So where's your old man now? He dead. He died. Mother? She dead too. لك اخوات؟ ماتوا. بتهزر يالا؟ استغفر الله العظيم الجزم، حد يهزر في الموتى بيه؟ اكتب فهد الاهلية. الله ينور عليك. Arrested for vagrancy. Marijuana, never, heroin, no, nothing. cocaine. No. ما بين كل حبسة والتانية يا دوب بتتهوى. أعمل إيه يا بيه؟ ما أنا كل ما بخرج بتجيبوني. وشرف أمك ما أنت خارج المرة دي. وريحتوني. You can recognize him. And this? Oh, that's not it. That's for my sweetheart. We've been seeing more and more of these. Some kind of code these guys use in a can. إيه ده؟ خرب بيت. انت مولود رضا اجرام؟ مفيش جنايه ما عملتهاش؟ قتل سنه 62 وانت عندك 18 سنه؟ You want to tell us about it, Montana? Or you want to take a little trip to the detention center? Okay, you got me. I was in a camp one time. معتقل احسن من جريمه ما عملتهاش. تعرف يا صايع، انا لو في ايد السلطان كنت حطيتك انت واللي زيك في مركب وفي عرض البحر وفجرتها بيكم عشان البلد تنضف. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان الله، ده شبه البني ادمين السلفيين بالظبط. طيب مدام انا عارف ان الفيلم ده نقل مسطره من فيلم تاني، هتفرج عليه ليه؟ او نقول السؤال بشكل تاني، الفيلم ده بينجح ازاي طالما ان هو منقول نقل مسطره من فيلم تاني؟ ده بالذات الافلام اللي قدمناها النهارده كسرت الدنيا بمعنى الكلمه في شباك التذاكر. النجاح ده بيجي منين يا استاذ مرسي؟ ممكن تفتح عينيك وتكلمني؟ افتح ليه؟ ما صلاح وراني كل حاجه.
السبب الأول والأهم في الموضوع هو نجاح الفيلم الأصلي. القصة حلوة، سيناريو جيد، مكتوب بشكل حلو، إلى جانب عدم شهرته بشكل كبير بين جمهور السينما. ده أول حاجة تشجع المخرج على إعادة تقديمه بصورته الأولانية. مادام عجب الناس هناك يبقى أكيد هيعجب الناس هنا، ومادام القصة حلوة ومكتوبة كويس يبقى نلعب فيها ليه؟ قدمها زي ما هي. يعني مثلا في فيلم واحدة بواحدة هنلاقي الفيلم الأصلي قصته كوميدية حلوة، اترشح لجائزة الأوسكار عام 61 أفضل سيناريو أصلي. أضف إلى كده أنه مخرج النسخة المصرية المخرج نادر جلال قدم عديد من الأعمال المقتبسة، فالاقتباس عنده هو الشيء الأساسي، وما عدا ذلك يعتبر حالة عارضة. أكيد لو قدم نفس الفيلم مخرج تاني الاقتباس هيبقى له شكل تاني ومفهوم تاني. اللي عايز يفهم النقطة دي تحديدا يتفرج على فيلم شوارع من النار للمخرج سمير سيف، وفيلم خمسة باب للمخرج نادر جلال، لأنهم الاثنين مقتبسين من نفس القصة مع اختلاف المخرج. صلح أمورك مع نوسة، هي اللي عاملة حس للمطرح. الزباين السوق بتيجي علشانها. ما عشان خاطر ما تخرجش عن طعمة لازم نجيب مناخيرها الأرض. ويعتبر فيلم سكارفيس طبعا واحد من أجمل أفلام الأكشن في هوليود فترة الثمانينات. تم ترشيحه لجوائز عديدة، أوسكار عام 83، لكن تم استبعاده علشان مشاهد العنف اللي فيه كانت قوية بشكل مبالغ فيه، إلى جانب لغة الفيلم اللي كان فيها عديد من الشتائم والألفاظ الإباحية، لكن ده ما أثرش بتاتا على نجاح الفيلم. طبعا السينما التجارية حاجة، سينما المهرجانات والجوائز شيء تاني. كمان مخرج فيلم الإمبراطور المخرج طارق العريان كان من المتأثرين قوي بالسينما الأمريكية، يمكن إعجابه بفيلم سكارفيس هو اللي خلاه يقدمه بالشكل ده. شوية فيديوهات هتخرجوها من بورسعيد وليك 500 جنيه. يا سعى عملان زي دي ما قلش تمنها عن 1500 جنيه، ما انت عارف ولا انت شايفنا بريالة؟ امال انت فاكر نفسك ايه؟ انت حتة جربوع ما شغلكش عندي سايز بتلات اشياء. نفس الشيء بنلاقيه في فيلم بيت تايم ستوري، واللي كتبه ستانلي شابيرو المنتج والمؤلف الامريكي، اللي قدم عديد من القصص الكوميدية الناجحة، منها لافر كام باك على فكرة، يعني له معانا النهاردة فيلمين. اترشحت أعماله لجائزة الأوسكار أكتر من مرة، وده دليل على نجاحها. فاز بيها عام 59 عن فيلمه بيلو توك، واللي يعتبر من أنجح الأعمال الكوميدية الرومانسية في هوليود فترة الخمسينات. الموضوع ده بيخلي الرهان على الأفلام الجيدة وعلى السينما التجارية في المقام الأول والأخير أحد أهم أسباب النجاح. يا لهوي، صباح الخير يا لندن، ويلكم. What? Are you crazy? Yes, crazy water. مش واخدة بالي، أصل السيستر بتاعت ماما، خالتي يعني، عيانة. I don't understand. طبعا إلى جانب كاريزمة الممثل نفسه وشخصيته وقبوله بين الجمهور، بيكون السبب التاني والمهم اللي بيراهن عليه المخرج لما بيعيد تقديم الفيلم بتاعه نقل مسطرة. يعني مثلا في واحدة بواحدة، عادل إمام في الوقت ده كان قدم عدد كبير من الأعمال الكوميدية الناجحة واللي كسرت الدنيا زي ما بيقولوا في شباك التذاكر، بشكل يخلي الجمهور يتقبل منه أي حاجة، بشرط إنها ما تخرجش على الخط الكوميدي اللي هو ماشي فيه. أعماله الغير كوميدية في الوقت ده مش كلها كانت ناجحة تجاريا، وده اللي عمله الزعيم في فيلم واحدة بواحدة. اللي هيتفرج على الفيلم ده ممكن قوي في مشاهد عديدة يدي لعادل إمام تقييم أعلى من روك هاتسون اللي قدم الشخصية الأصلية، إلى جانب بعض نجوم العمل التانيين، أحمد راتب مثلا اللي قدم دور كوميدي جميل في الفيلم، لكن طبعا مش أعلى من توني راندال اللي قدم نفس الشخصية في نسخة هوليود، واللي سرق الكاميرا من روك هاتسون نفسه بطل العمل في مشاهد كتير. نفس الشيء أداء زيزي مصطفى لشخصية الرقاصة اللي قدمتها إيدي آدمز في الأصل الأمريكي. زيزي مصطفى رغم أنها كانت بتقول نفس جمل الحوار تقريبا، لكن الأداء كان مختلف تماما. هاي دي دلية خطة تبالي صلاح في عيد ميلادي. حلوة أوي، تحب حضرتك تشوف؟ يا ريت. أما بقى مفاجأة الفيلم الفنان محمود الزهيري واللي قدم شخصية الدكتور عبد الجواد أيوب، فمش هنختلف خالص لو قلنا إنه بشكل عام كان أعلى بكتير في الأداء والكوميديا من جاك كروشن واللي قدم نفس الشخصية في الفيلم الأمريكي. تخيل مرة اخترعت كريم للشعر، أعظم كريم للشعر ظهر لحد دلوقتي. Not until they were told it contained a secret ingredient.
TR-2748. Do you know what TR-2748 was? نمرة تليفوني القديمة. And now, with VIP, the idiots have reached the millennium. They bought nothing. كلامك كله حكمة دكتور أيوب. يا سلام بقى لو تقدر تخترع لنا التنكوش ده. ولو اتكلمنا عن فيلم الامبراطور، ورغم ان الفيلم نقل مسطرة من سكارفيس زي ما قلنا، لكن اداء احمد زكي هنا ما يعتبرش نقل مسطرة من الباتشينو في عديد من المشاهد، رغم انه كان بيقدم نفس اللقطة، نفس الحركات، نفس الحوار احيانا، لكن مش نفس الشخصية، مش نفس الكاريزما. يعني ده مش الباتشينو، ده احمد زكي، ويمكن ده اللي بيفرقه عن اغلب نجوم جيله. يمكن لو اي حد تاني غير احمد زكي قدم الفيلم ده مش هينجح بنفس الصورة اللي نجح بيها فيلم الامبراطور. حياتي تعالى معرفك على اجدع رجالة عثرت عليهم. تعال. هلو ماني روبيرا فيرا. So there are five of us. جايين معاك كلنا، السهرة عندك الليلة. وماله هبقى افرش لكم الارض مرسين. كده حياتي داتشا that son of a bitch didn't get a base in all season. I should kill him. اما بقى طقطق وريكا وكاظم بيه، فمعظم التقييمات السلبيه اللي حصل عليها الفيلم ده كان بسبب جالا فهمي. جالا رغم اجتهادها وتقديمها لعديد من الافلام اللي غلب عليها طابع الكوميديا في سينما الثمانينات والتسعينات، الا ان ما كانش عندها قبول عالي بين الجمهور. اغلب شغلها في سينما التسعينات كان في افلام جوزها المخرج شريف شعبان، نادرا ما اشتغلت براه. كمال الشناوي ورغم اجتهاده في تقديم الاعمال الكوميديه في الوقت ده، لكن برضو اداؤه ما كانش على نفس مستوى اداء العظيم ديفيد نيفن في الاصل الامريكي. وكانت برضو مفاجاه الفيلم ده الراحل نجاح الموجي، واللي في رايي يعتبر احد اهم اسباب نجاح الفيلم تجاريا، شخصيه النصار الصغير زي ما اتكتبت في صورتها الأصلية كانت لشاب في مقتبل العمر عشرينات أو بداية التلاتينات، لازم يكون وسيم، بيتكلم كويس بشكل يقدر يخدع البنات. لعب الدور ده في نسخة هوليود القدير مارلون براندو، وفي نسخة عام 85 لعب نفس الدور حسين فهمي. أما بقى في طقطق وريكا وكاظم بيه لعب الدور نجاح الموجي، ورغم أنه لا تنطبق عليه أي من مواصفات الشخصية اللي قلناها، لكن نجاح قدم الدور بشكل مميز جدا برؤية تانية خالص بتعتمد على خفة الدم أكتر من الوسامة. ساعدته في ده كاريزمته العالية وحب الناس، فتقبلوا منه الشخصية وكان سبب في ارتفاع الفيلم بشكل عام. وجنبتك خايف لان انا اصغر منك واشيك منك واحلى منك وبكتير، وممكن امسحك باستيكا. خوفتني. اكشن ستوب. في ايه؟ عايز اروح الحمام. ما تروح الحمام بتقول ستوب ليه؟ يعني عشان ما فيش اي لقطه تفوتني. خليك مستوب. توفيق. بص. واخيرا ورغم انه الاقتباس في حد ذاته مش عيب زي ما قلنا، لكن لو كنت مخرج وحابب تعيد تقديم بعض الاعمال القديمه حاليا الامر ما عادش زي زمان، اقتباس نقل المسطره يعتبر من الامور الحساسه زياده عن اللزوم في الوقت الحالي، لان العوامل اللي بتساعد على نجاح النوعيه دي من الافلام في رايي ما عادتش موجوده. شفنا انه الفيديو كاسيت زمان كان سبب من اسباب تقليل اعمال نقل المسطره بشكل كبير، حاليا انتشار الانترنت المفروض يقضي عليها بشكل تام، لانه اتاح اغلب الافلام الاجنبيه للمشاهدين في كل مكان بشكل يصعب معاه الاقتباس دون تصريح. حاليا هاجس الاقتباس بيركب المشاهد اول ما يلاقي مشهد هو شافه في فيلم اجنبي، على طول تلاقيه نزل للتعليقات وكتب تعليق ان الفيلم ده مقتبس من فيلم كذا كذا، حتى لو كان اقتباس في حدود ضيقه مشهد او اتنين. ده اللي بيخلي اعمال كتير اصليه لا تنجو من اتهامات في غير محلها بالاقتباس. ورغم انه الاعمال الاصليه ليها اعتبار تاني عند المشاهد، لكن الحكم على اي عمل فني او روائي يجب انه ما يتاثرش قوي بالنقطه هل هو مقتبس او عمل اصلي، لان في اعمال اصليه كتير بتكون ضعيفه المستوى، في حين اعمال مقتبسه كتير بتكون اعلى فنيا وبتتفوق على الاصل.
إلى جانب أنه الأعمال المقتبسة بيكون لها جوائز في أغلب مهرجانات السينما زيها زي الأعمال الأصلية تمام، الاقتباس مش مانع من الترشح لمسابقة أو مهرجان للسينما بشرط أنه يخضع للشروط ويقدم الجديد، لكن في حالة اقتباس نقل المسطرة فهو أمر غير مقبول تماما، لا في مهرجانات السينما ولا في السينما التجارية حاليا. خلاص ما عادش بيسجل نجاح زي الأول لما بيتقدم، والدليل موجود في أفلام كتير في سينما الألفينات. نتمنى نكون عرضنا الفكرة بشكل مبسط ووضحنا وجهة نظرنا. اللي ما شافش الأفلام اللي عرضناها النهاردة يتفرج عليها، رغم إنها اقتباس نقل مسطرة لكن كلها جديرة بالمشاهدة، هتقضي معاها وقت ممتع هي والأصل بتاعها. قولونا في تعليقاتكم على مزيد من أفلام نقل المسطرة اللي ما تكلمناش عليها في حلقة النهاردة والأصل اللي منقولة منه. كلمونا كمان عن آرائكم في الأعمال اللي عرضناها النهاردة، هل لو قدموها مخرجين أو فنانين تانيين هل كانوا هيلاقوا نفس النجاح؟ قولونا على آرائكم في الكومنتات أو التعليقات أسفل الفيديو أو في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اللينكات هتلاقوها في صفحة القناة الرئيسية أو تحت في الديسكريبشن. ولو عايزين تقروا أكتر عن مواضيع كتير في تاريخ السينما المصرية هتلاقوا في مدونة غاوي سينما، اللينك هتلاقوه فوق في الدائرة البيضاء أو تحت في الديسكريبشن أو في شاشة النهاية. لايك الفيديو لو عجبك، وشير لو عجبك قوي يمكن يعجب حد من أصحابك. لو بتشوفنا لأول مرة ياريت لو تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خاصية التنبيهات من الجرس عشان يوصلك كل شغلنا، ولو عايز تشوف فيديوهات تانية للقناة استنى الشاشة اللي جاية. نشوفكم دايما على خير. عبقريتي أسمن من إنها تشترى بالمال. طبعا مش عايز نقشة. أنا مش للبيع يا أستاذ صلاح. طبعا يا دكتور أيوب، ولا مقابل كنوز العالم ده كله. بعد كده هشيل وامشي. أنت محتاج للبتاع ده إمتى؟ أهلا بيك يا دكتور أيوب مرة تانية.